وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. وثائق مسربة كشفت عن تسليم القيادي في ميليشيا العصائب حسام الزرجاوي إلى أمن ميليشيا الحشد مقابل انسحاب عناصر العصائب من قاطع مديرية الاستخبارات. كيف يمكن قراءة ذلك التسريب إن صح، لا سيما وأن الزرجاوي اعتقل بتهمة إطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العفو والعافية، وأن يكون العام القادم عام خير وبركة وأمن وأمان على كل العالم وعلى بلدنا العراق الذي يعاني ما يعاني منذ الاحتلال الأمريكي ولحد الآن. من المعروف أنه الصراع السياسي الآن في العراق على أشده، وخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد توترا كبيرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و وما بين إيران، ولو إعلاميا نحن سمعنا هذا من قبل ولكن لم يكن هناك تأثير إلا على الداخل العراقي. وما يخص الداخل العراقي، نلاحظ أن هناك مسرحية تقاد إعلاميا، الهدف الإعلامي منها هو أنه هناك إجراء ضد الحشد وضد الذين كانوا يخالفون القوانين العراقية السائدة حاليا والذي هم يشكلون الخطر الأكبر على ما يسمى بين قوسين الدولة و مسمياتها الكبرى. وهذا الكلام كله حقيقة له وعليه. الجانب الذي نريد أن نتحدث به الآن هو لماذا اعتقل هذا الرجل ومن الذي يجب أن يحاسبه. أليست الدولة العراقية هي التي يجب أن تحاسبه بأجهزتها الرسمية وليست الحشد؟ الحشد مؤسسة ميليشياوية أنشئت لغرض ويجب أن تنتهي بهذا الغرض، وانتهى غرضها المفروض حسب الفتوى الجهاد الكفائي. ولكن نحن قلنا منذ البداية ونكرر هذا أن هذه المؤسسة أو هذا ما يسمى بالحشد أنشئ لأغراض خدمة المشروع الإيراني وباقتراح إيراني، وهذا الكلام ليس جديدا. الآن هذا الصراع الذي نشب مؤخرا ما بين الكتائب المقدسات يسموها والعتبات وما بين الحشد الموالي الولاء الموالي لإيران، لماذا ساحته العراق؟ هذا هو الهدف، وهذا السؤال الكبير الذي يجب أن يسأله القاصي والداني. أين يقف الكاظمي وحكومة الكاظمي من هذا يعني على ذكر الكاظمي وحكومة الكاظمي دكتور هلال، المسلحون التابعون للميليشيا الموالية لطهران لميليشيا العصائب هددوا باستهداف من وصفوهم بعملاء أمريكا. هل تعتقد أن الميليشيا تقصد بهذه التسمية الكاظمي وأنه هو محسوب على واشنطن؟ أنت تعرف أن هذه المسميات وهذه المواترات السياسية سببها إعلامي وهدفها إعلامي لا أكثر، لأن ميليشيا العصائب دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودعمتها ماليا، وهي التي أنشأتها وأشرفت عليها بإشراف إيراني وبرضا أمريكي واضح. إذن كل الذين أتوا بعد 2003 هم عملاء لأمريكا وعملاء لإيران، فلا خير على عميل على عميل. وبالتالي هم يقصدون كل من يقف بوجه المشروع الإيراني ولو ظاهريا التهمة جاهزة أنه عميل لأمريكا. طيب يا أخي، من أتى بك أنت إلى سدة الحكم؟ من أتى بك من إيران ومن دهاليز إيران إلى العراق؟ ليست الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الصراع حقيقة صراع المصالح المؤقتة، أو عندما حست الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر بأن إيران تتغول على مصالحها في العراق وتهدد مصالحها في العراق بشكل قوي، بدأت تريد أن تظهر للعالم بأنها هي تحارب المشروع الإيراني في العراق. وهذا كلام زيف، لأن الذي أتى بالإيرانيين إلى العراق هم الأمريكان، والذي دعم الميليشيات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا في العراق وقتلت وامتدت إلى سوريا وقتلت أيضا من الشعب السوري ولا تزال تفعل هي الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحرس الحدود ما بين العراقية كما يفترض. إذن هذه الصراعات تمتد إلى الجسد العراقي فقط. لاحظ إيران وأمريكا يتصارعون على الأرض العراقية، الخسران هو الشعب العراقي. أمريكا تحتل العراق وتأتي بإيران لتعبث بالعراق والخاسر هو الشعب العراقي. فإذا
القضية واضحة، من عملاء أمريكا كل نعم. من أتت طيب. بعد 2003 طيب. وعملاء أمريكا من وإيران. ناحية أخرى دكتور، إلى أي مدى يظهر تحدي أو يظهر تحدي الميليشيات المستمر للكاظمي عجزه ومحدودية سلطاته في مواجهة هذه الميليشيات في ظل الحديث عن انتشار عناصر مسلحة في مناطق متفرقة من بغداد؟ أخي الكريم، الميليشيات عندما أنشأت في العراق وأدخلت هذه الدولة العميقة الإيرانية في العراق هي التي تسيطر على الزمام من قبل مجيء الكاظمي. يعني ليس دفاعا عن الكاظمي، الكاظمي هو نتيجة سيئة للإرث الذي تركه المحتل الأمريكي الإيراني للعراق. ليش قبل الكاظمي لم يعتقل وزير الداخلية في لدى أحد الميليشيات ولم يطلق سراحه إلا بتوسلات من هذا وذاك؟ الذي يحكم الآن على الأرض هي الميليشيات، لا وجود للدولة. لاحظ إذا سمعتم كل العراقيين سمعوا المكالمة الهاتفية ما بين أحد قادة الحشد في الأنبار وما بين قادة العمليات، نقطع يد الذي يتحرك الصور والشعارات العائدة للحشد وصور وفلان وفلان. أيوجد دولة في العالم كله بهذا الوصف أنه جهة ميليشياوية غير حكومية، ليس من تحدى القيادات العسكرية؟ إذا من الذي يحكم؟ وكلكم سمعتم ماذا كان رد القائد العسكري أو الشخص العسكري على هذا الميليشيا ويتوسل به وكأنه هو صاحب الأمر والنهي، وهذه هي الحقيقة. الميليشيات المسلحة في العراق هي صاحبة الأمر والنهي، وهذا الذي أرادته إيران من ما يسمى إنشاء الدولة العميقة التابعة لها. وهذا النظام اللي بنت العراق من زمان مشت عليه إيران منذ 2003 ولحد وقبل هذا التاريخ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعطتها الصفة الشرعية وأعطتها القوة التي تكفل وتضمن وجود إيران بالعراق بهذا الشكل. طيب. وتنهي مسألة الدولة العراقية، وجود الدولة، أين هي الدولة العراقية إذا كان رئيس الوزراء لا يستطيع أن يحامي مدير مكتبه الناطق باسمه؟ تعرفون كيف خرج في هذه النقطة تحديدا. يعني كما يقول المراقبون، إذا افترضنا أن سيناريو المواجهة المباشرة مطروح على الطاولة، ما هي أدوات الكاظمي لمواجهة الميليشيات التي ارتدى زيها سابقا؟ الكاظمي لا يملك شيئا حقيقة، لأنه هو يعرف جيدا أنه حتى القوات العسكرية أنشئت لتكون من الضباط الدمج الموالي لإيران. القوات الأمنية التي بين يديه تأتمر حسب أوامر الأحزاب والميليشيات المكونة لها. إذن الغياب الهيكل الحقيقي للمنظومة الأمنية في العراق والعسكرية التي تعدت عنها المهنية، وكلكم تعرفون أن الأحزاب هي التي تؤسس وترفع وتضع، ليس للحكومة حقيقة وجهة أو صورة واضحة بأنها تمثل الدولة العراقية ولا تمثل هذا الخليط الغير متجانس من الموالين لإيران والموالين لأمريكا والموالين لدول الجوار هنا وهناك. فبالتالي لا توجد هيكلية دولة تضمن لأي رئيس وزراء أن يقوم للنظام السياسي المبني على المحاصصة الطائفية وعلى الحزبية الضيقة وعلى أنه الأحزاب لها السلطة العليا في العراق، ولا يوجد سلطة تحاسبها، هم فوق القانون، شخوصة فوق القانون، سراقة فوق القانون، أفلسوا الدولة من الاسم، خلينا نقول السياسي، المصطلح السياسي لمصطلح الدولة. عندما تقوم الدولة باستدانة الأموال لصرف رواتب الموظفين من السراق اللي هم يشكلون هذه الحكومة، إذا هنا أعرف بأنه لا توجد دولة، توجد جهات متنفذة أفلست العراق وكمل أكملت على ما تبقى، والآن يبشرون بفوضى بالعام القادم وصراعات وحروب، وهم أساسا أتوا لهذا الغرض. أخي الذي يحاربني مع إيران 8 سنوات لم يأتي ويحكمني حرصا على العراق أبدا، أي مسمى كان هذا المسمى، والذين التحقوا بهم بعد 2003 من المنافقين والدجالين والمطبلين هم الذين جعلوا من هذا الوصف يحل بالعراق بهذا. شكرا لك دكتور هلال الدليمي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.